الحمد لله توفيق من عند الله سبحانه. عندي هذه ثالث تجربة لي احترافية في أوروبا. الحمد لله ربي موفقني بور لو مومون. الحمد لله نشكر كامل الناس اللي عاونتني، من خاصة أنني خارج البطولة الجزائرية. نشكر كامل المدربين هذوك اللي تعاملوا معايا، اللي قراصهم اللي الواحد راهنا في ناجح في التجربة الأوروبية. بور لو مومون راني ماركي 16 هدف هنا في ماشي في الملعب، راني ماركي 16 هدف مع الفريق تاعي. الحمد لله الواحد كيسجل عاد كان عنده فرحه كبيره، هذيك حاجه باينه، سي فرحه لا اراديه، وكما يقول لك نتقاسم الفرحه مع الزملاء تاعي ومع الجمهور تاعنا. تسمى دوك حنا اللاعبين لازم نحطوا القلب والاراده، لازم نفرحوا ذاك الشعب تاعنا، ذاك اللي يجي للملعب اللي يستنى فينا الكثير، خاصه ان احنا الجمهور الجزائري مولوع بكره القدم، كاين كره القدم في الجزائر، تسمى لازم ان احنا نديروا المجهودات تاعنا ونفرحوا الجمهور تاعنا هذا اللي يستنى منا بزاف صوالح. المنتخب الجزائري كشاك فوا عنده الجيل تاعو اللي يتحدث عليه، صراحه جيل ماجر، جيل بلومي، جيل مرسقان، جيل صراحه اللي جيل اللي صنع نفسه في كره القدم الجزائريه، وين في المونديال يتحدث عليهم، المونديال يتحدث عليهم وحدهم. ما جا الجيل واحد اخر تاع 2010 اللي كان الجيل الثاني اللي شهد ثوره حقيقيه في البطوله الجزائريه وفي الكره الجزائريه ككل. الهلال العربي السوداني لاعب نادي دينامو زغرب لعب 42 مباراة، سجل 19 هدف.